العالم بحضراتكم من جديد ومتواصلين في الحديث مع الكابتن ياسر رضوان. كابتن ياسر، فريق أما جيما أبا جيفارا ده فريق اثيوبي يمكن لأول مرة بيشارك في البطولات الإفريقية، قدر يستطيع أنه هو يفوز بالدوري الاثيوبي بعد هيمنة سان جورج آخر 4 سنوات. فريق من الفرق اللي لسه صاعدة وتواجدت بشكل قوي في الدوري الاثيوبي، شايف المواجهة ازاي في ظل أن هذا الفريق مش هقول غامض لكن معظم لاعبيه مش من الأسامي اللي معروفة مثلا في المنتخب الاثيوبي؟ فريق قيمته التسويقية 900,000 أورو، مش من القيمة التسويقية الكبيرة في البطولات الأفريقية. فتقييمك لهذه المواجهة بهذه الأرقام الخاصة بمواجهة هذا الفريق؟ يعني هو طبعا الأرقام الفريق جيما أبا جيفارا ما تخوفناش، يعني زي ما قلت لك في الأول يا محمد إن احنا المشكلة بالنسبة لنا هي الظروف المحيطة حوالين الفريق النادي الأهلي، حتة النقص العددي في المجموعة اللي موجودة 16 لاعب اللي موجود، موضوع الإصابات، إنك عندك واحد بس مدافع، عندك فيرود واحد، الحاجات دي هي اللي مصعبه الموقف. لكن انا اعتقد ان الماتش ما يخوفناش، يعني ان انا واثق في الناس اللي موجوده وفي اللعيبه اللي موجوده والجهاز الفني ان هم قادرين ان هم يعدوا المباراه دي بسلام. انا شايف برضو نتيجه جيما أبا جيفارا الماتش اللي قبل كده، مباراه الدور التمهيدي، اللي هي 2-2 في ملعبه، 3-1 في جيبوتي، معنى كده ان الفريق عنده مشاكل في الخط الظهر بتاعته، ان هو بيستقبل اهداف كتير، ودي طبعا هتبقى ميزه بالنسبه لنا ان احنا نقدر نوصل للجون بتاعه بسهوله ونقدر نحرز اهداف. يمكن اللاعب الوحيد اللي معروف اوكيكي افولابي اللي كان في الاسماعيلي، ده الفيرويد بتاعه والهداف الفرقه، يعني ما يخوفش الناس. عندنا برضو في حته الدفاع برضو لحد ما يمكن مع النقص في ناس برضو كويس تقدر تأدي دور كويس. طيب برضو عربة الموضوع احنا بنتكلم فيه وربط الاحداث اللي موجوده هناك في استاد برج العرب، قدامنا دلوقتي الحافله اللي تقل لبعثه او فريق النادي الاهلي الى الاستاد ملعب المباراه. المباراه ان شاء الله هتنطلق في الساعه 6 مساء بقياده تحكيميه تونسيه، صادق السلم حكم هذه المباراه. لكن في اللحظات دي يا كابتن ياسر، اللعيبه بقى وهي في الاتوبيس كل واحد ليه طقوس مختلفه تماما عن التاني. في اللي بيحب يسمع قرآن، في اللي بيحب يقرأ في كتاب، في اللي بيحب يطل الملعب، في اللي بيحب يسمع موسيقى. في لعيبه ممكن تتكلم في المباراه وهي رايحه من خلال الاتوبيس، ولا الاجواء بتبقى ازاي داخل الحافله؟ لا، في ناس ممكن تتكلم. انا من الناس كنت بحب اتكلم مع اللي قاعدين جنبي واحنا رايحين، يعني لان طبعا حته التركيز العالي قوي دي ممكن توترك، ممكن توصلك لمرحله ان انت تبقى نازل عصبي في المباراه. في طقوس طبعا، في ناس بتحب زي ما قلت انت بتحب تسمع قرآن، في ناس تحب بس ان هو مجرد ان هو قافل عينيه يبقى حاطط تيشيرت او الفوطه بتاعته على وشه ومجرد ان هو مريح كده لكن تفكيره كله في المباراه. هي طقوس، كل واحد بيبقى له طقوسه الخاصه بيبقى عاملها وهو رايح، وهو راكب الباص من الفندق للملعب. اللعيبه اللي بتحب تقعد تتكلم مع بعضها في الاتوبيس وهي رايحه على الاستاد، ممكن البعض يقول لك لا خلينا ساكتين نبقى هادين نركز في المباراه، ولا الكلام بيبقى في نطاق المباراه برضه؟ لا، ما هو الكلام ما بيبقاش خارج، يعني الكلام كله بيبقى في نطاق المباراه وفي اليوم نفسه. لكن انا زي ما اقول لك يا محمد، ممكن لعيب لو ركز زياده عن اللزوم، لو ما عملش كده ممكن ينزل عصبي في الملعب، فممكن ده ياثر على القرارات اللي بياخدها داخل الملعب، فيبقى شكله مش كويس او يبوظ التكتيك بتاع المدرب او الخطه اللي عاملها المدرب. فهي زي ما انت قلت ان هي ايه طقوس، وكل واحد يحب ايه يمشي بالطقوس بتاعته وهو رايح المباراه. وجوه اللاعبين يا كابتن ياسر قدامنا، شفنا مروان محسن، ناصر ماهر، احمد حمودي، في ابتسامه ناصر، في تركيز مع حمودي، في محمد شريف. يعني وده يثبت الكلام اللي احنا بنقوله، ان مش كل الناس هتبقى واعي، يعني مش كله ان هو داخل مكشر ومشدود لا، انت حسب شخصيتك. انت راجل بتحب تبقى مركز، محدش يكلمك خلاص، انت ده عارف ان هو هينجحك فمش مشكله. لكن انا في واحد احب اضحك، ابتسم ابتسامه خفيفه، ما هو مش الضحك اللي هو ايه ان انا خلينا افك او ما افكرش في المباراه، لا، في ضحك معقول زي ما احنا شفنا ابتسامه ناصر دي عاديه، يعني ما تقللش من تركيزه ولا حاجه يعني. تمام كابتن ياسر دور، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله الخاصه بهذه المباراه، وبالتوفيق يا رب لله النهارده في مباراه كبيره جدا، يطلع بسكور تساعده في مباراه العوده باذن الله. ان شاء الله يا محمد، اشكرك يا محمد. شكرا جزيلا. كانت اطلاله مهمه جدا مع الكابتن ياسر رضوان، بنتكلم في مرحله عن الفريق الاثيوبي والكواليس الخاصه والطقوس المعتاده للاعبي النادي الاهلي في هذه اللحظات وهم متجهين الى ملعب المباراه استعدادا لهذه المواجهه الهامه جدا امام جيما أبا جيفارا في ذهاب دور ال 32 لدوري الابطال الافريقي، يعني اقوى وامجد الكؤوس الافريقيه. لكن بعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين في استاد برج العرب، وإطلالة مختلفة تماما من استاد برج العرب لكل ما هو جديد داخل صفوف فريق النادي الأهلي استعدادا لهذه المباراة.